السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا موضوع مهم جدا وجميل جدا وبسيط جدا كمان، هي الكومباريتيف أو صفات المقارنة، والسوبر ريلاتيف أو صفات التفضيل. وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم ورقة نكتب فيها الملاحظات بتاعتنا، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما احنا عارفين الصفات بصفة عامة والأدجكتيفز هي زي مثلا big كبير، tall طويل، small صغير، short قصير، fast سريع، وهكذا. دي كلها اسمها adjectives أو صفات. يعني ايه بقى صفة مقارنة أو comparative؟ هي الصفات اللي احنا بنستخدمها للمقارنة بين شخصين، بين حاجتين، بين شيئين. المهم ان احنا بنقارن بين حاجة وحاجة، شخص وشخص، animal وanimal، حيوان وحيوان، في مقارنة بين حاجتين. دي اسمها الكومباريتيف أو صفات المقارنة. أغلب الصفات هي صفات short adjectives أو صفات قصيرة، زي ما قلنا big، وزي ما قلنا tall، وزي ما قلنا small، وزي ما قلنا fast. دي اسمها short adjectives أو صفات قصيرة، بنحط لها er وبعدين بنحط than، فبتبقى صفة مقارنة. زي مثلا small، small صغير، لما نيجي نخليها صفة مقارنة ونقول أصغر من، فبنقول smaller than. smaller than يعني أصغر من، يبقى في حد أصغر من التاني. زي لما أجي أقولك أحمد is smaller than وليد، أحمد is smaller than وليد، أحمد أصغر في الحجم من وليد. يبقى هنا هو أحمد، لما تسمع كده تعرف إن أحمد حجمه أصغر من حجم وليد. زي لما أجي أقولك مثلا منى is shorter than her sister، منى is shorter than her sister، يعني منى أقصر من أختها. يبقى طب كده احنا عملنا comparison بين طول منى وطول أختها. طب آخر حاجة خاصة بالshort adjectives أو الصفات القصيرة، قبل ما نحط ER لازم نتأكد إن الحرف الأخير من الصفة مفيش قبل منه حرف vowel أو حرف متحرك. زي ما قلنا حروف الفاولز الخمس حروف المهمين جدا اللي احنا عارفينهم كلنا، اللي هم الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U، الخمس حروف دول لازم نكون حافظينهم زي اسمنا. ليه؟ لأن هما هيفرقوا معانا كتير قوي في حاجات كتيرة خاصة بالجرامر أو القواعد. لازم نتأكد إن الحرف الأخير من الصفة اللي هي مثلا زي كلمة big مفيش قبل منه حرف من حروف الفاولز الخمسة دول. big مثلا الحرف الأخير منها G، قبل منه حرف من حروف الفاولز اللي هو الـ I، فبالتالي هنضاعف الحرف الأخير قبل ما نحط ER، فهنقول bigger than. bigger than أكبر من. زي مثلا لما أجي أقولك elephant is bigger than monkey، elephant is bigger than monkey، الفيل أكبر من القرد. هنا إحنا ضعفنا الجي لأن قبل منها I وهي حرف من حروف الفاولز، فبالتالي قبل ما نحط الـ ER علشان نعمل comparative adjective لازم نضاعف الـ G علشان خاطر تبقى في الصيغة السليمة. زي مثلا لما اجي اقول لك احمد is thinner than his brother، احمد is thinner than his brother، احمد ارفع من اخوه، thinner than. هنا thin او رفيع، الـ N اللي هي في اخر الـ adjective قبل منها I، فبالتالي ضعفنا الـ N بقت thinner than. قبل ما نحط ER ضعفنا الـ N بقت thinner than. زي مثلا لما يجي أقول لك summer is hotter than winter، summer is hotter than winter. hotter هنا الـ hot اللي هي ساخن، قبل حرف الـ T، حرف الـ T اللي في آخر الـ adjective قبل منه حرف الـ O، الـ O حرف من حروف الفاولز، فبالتالي هنضاعف الـ T، هنخليها TT قبل ما نحط ER علشان نعمل comparative adjective أو صفة مقارنة، فهنقول summer is hotter than winter. بكده عرفنا الـ short adjectives في الـ comparative أو في صفات المقارنة عامل إزاي. طب في adjectives أو صفات مش short، طويلة، long، الـ long adjectives. الـ long adjectives دي صفات بتبقى طويلة ما ينفعش نحط لها ER، زي مثلا dangerous. dangerous يعني خطير، ما ينفعش نحط لها ER، هنقول dangerous ما ينفعش، مش هنعرف نقولها، فبنقول مع الصفات دي more او less. more dangerous يعني اكثر خطورة، less dangerous يعني اقل خطورة.
زي مثلا expensive. expensive غالي، غالي الثمن، فهنقول more expensive أو أغلى من. زي مثلا comfortable. comfortable يعني مريح، comfortable. لما أجي أقولك إن هو مريح أكتر هقولك more comfortable. more comfortable يعني مريح بشكل أكبر. بالنسبة مثلا ل dangerous، لما أقولك مثلا snakes are more dangerous than ants. snakes are more dangerous than ants يعني الثعابين أكتر خطورة من النمل. زي مثلا لما أقولك plane الطيارة more comfortable أكتر راحة، مريحة بشكل أكبر than trains. than trains من القطارات. أو ممكن أعكس أقول trains is less comfortable than planes، وهكذا. دي اسمها long adjectives وهي مش كتيرة. المهم ان احنا نبقى عارفين الشورت ادجكتيفز، وطبعا نبقى برضو عارفين اللونج ادجكتيفز، بس الشورت ادجكتيفز او الصفات القصيره هي الاكثر، فلازم هتقابلنا بشكل اكبر. وطبعا ما ننساش ان الحرف الاخير في الادجكتيف لو قبل منه حرف من حروف الفاول بنعمل له بنضعفه ونحط الاي ار بعد كده ونقول ذان، فبالتالي عملنا كومباريتيف ادجكتيف او صفه مقارنه ونكمل الجمله بشكل عادي. طيب ايه هي بقى السوبر ريليتيف او صفات التفضيل؟ بستخدم امتى السوبر ريليتيف او صفات التفضيل؟ بستخدمها لما باجي اقارن شخص واحد بمجموعه من الاشخاص، عايز اقول ان الشخص ده الافضل، الشخص ده الاسوأ، مثلا حيوان من مجموعه من الحيوانات، شيء من مجموعه من الاشياء. فانا بقارن بين حاجه ومجموعه حاجات سوبر ريليتيف ادجكتيفز او صفات التفضيل، بفضله بصفه معينه، بفضله بصفه معينه عن باقي الحاجات اللي موجوده في الجملة. زي مثلا لما اجي اقولك علي is the best student. علي is the best student. best هنا هو افضل طالب. بقارن بين علي وبقية الطلبة فبقول ان علي هو افضل طالب. بكون الـ superlative adjective او صفة التفضيل ان انا بجيب الصفة وبحطها في الاخر est. زي مثلا small. small بتبقى smallest يعني الاصغر. big بتبقى biggest الأكبر. وما ننساش إن الجي بيبقى قبل منها I فبنضعف الجي زي ما قلنا قبل ما نحط الـ EST. thin بتبقى thinnest الأرفع، برضو زي ما قلنا بنضعف الـ N علشان قبل منها I. لما أجي أقول لك مثلا إن أحمد هو الأصغر بين الأولاد فبقول لك أحمد is the youngest boy. youngest boy أصغر ولد في الأولاد من ناحية السن. لما اجي اقول لك مثلا ان الفيل هو اكبر حيوان فبقول لك elephant is the biggest animal. biggest animal هو اكبر حيوان. وزي ما قلنا الحرف الاخير لو قبل منه حرف من حروف الفاول بنضعفه قبل ما نحط الـ est. في ملحوظه صغيره بالنسبه للسوبر ريليتيف ادجكتيفز هنا، ان قبل ما نحط الـ est كمان لو الادجكتيف نفسها بتنتهي بحرف الـ E بنحط ST بس. زي مثلا close. close يعني قريب. لما نيجي نقول الأقرب فبنحط ST بس فبتبقى closest. closest اللي هو الأقرب، وبالتالي ما بنحطش E، بنسيب الـ E بتاعت close زي ما هي ونحط ST بس. وآخر حاجة معانا النهاردة لازم نكون عارفينها، هي في صفة واحدة ما بينطبقش عليها كل القواعد دي، هي far. far أو بعيد. طبعا لما نيجي نقول أبعد بنقول farther. farther أو الأبعد. farther. farther أو أبعد. farther than أبعد من. ولما بنيجي نقول الأبعد لما نقارن بين حاجة ومجموعة حاجات بنقول farthest. farthest أو الأبعد. وفي الختام أتمنى أن يكون الشرح وافي ووضح كل المعلومات الخاصة بالدرس. هسيب لكم لينك في كويز كده صغير تحت الفيديو بعد ما تتفرجوا على الدرس، حلوا الكويز ده، وانا سايب لكم كمان الكويز ده بالاجابات النموذجيه. اتفرج على الدرس مره او اتنين وبعدين روح حل الكويز ده وشوف الاجابه بتاعتك صح ولا غلط، وان شاء الله هتلاقيها صح لان الدرس جميل. هو فيه بعض التفاصيل بس لو اتفرجت عليه وحليت عليه بعض التدريبات هيبقى بالنسبه لك اسهل حاجه في الدنيا. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعه بتاعتنا كمان، انا سايب لكم الرابط بتاعها في الديسكربشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.